فاجعت تويتر. سمعنا كنا عن خبر اختراق حسابات تويتر اللي حصل من فترة قصيرة. طبعا سبب الاختراق مثل ما صرحت شركة تويتر انه كان عن طريق الهندسة الاجتماعية. في هذا الفيديو راح احكي لكم شو الهندسة الاجتماعية، كيف تم استخدام الهندسة الاجتماعية لاختراق حسابات تويتر بشكل كثيف مكثف، وشو استفاد الهاكرز من عملية الاختراق، وليش الهاكرز ما بلغوا عن هاي الثغرة. كلها راح نحكيها في هذا الفيديو. طبعا في البداية تفاجأوا كل مستخدمين تويتر انه في حسابات على تويتر مثل حسابات ايلون ماسك وشركات ابل وبايدن وحسابات كثير من الشركات والمؤسسات والشخصيات المهمة على تويتر بتنشر تغريدات مشابهة لعملية بيتكوين. اغلبها هي تغريدات احتيال، بتحكي انه حول لي مبلغ على حافظة البيتكوين التالي وانا راح ارجع لك المبلغ مضاعف، يعني حول مثلا $1000 وبرجع لك $2000. فكثير من المتابعين على تويتر لما يشوفوا انه المؤثر اللي هم متابعينه بكتب منشورات وتغريدات مثل هيك، اكيد كلهم بكون عندهم ثقة عمياء فيه، فبقولوا اوكي انها هاي فرصة للفائزين او مسابقة او الى ذلك، فبيحولوا مبلغ وبتم الاحتيال عليهم. وهذا فعلا اللي حصل. الهاكرز من هاي العملية قدروا انهم يلموا مبلغ $118,000 من عملية الاحتيال هاي. طيب كيف حدثت عملية الاحتيال؟ حدثت عملية الاحتيال باستخدام اسلوب الهندسة الاجتماعية. الهندسة الاجتماعية هي اسلوب بيتم استخدامه لحتى تجبر شخص او عدة اشخاص لعمل سلوك معين او الافصاح عن معلومات سرية. طيب كيف هذه الشغلات بتصير؟ طيب طبيعة الحال ما دام وصلنا لشيء اسمه هندسة اجتماعية، بالتالي انه الهاكرز كان عندهم تواصل مع موظفين تويتر. كيف بيتم التواصل مع موظفين تويتر؟ طبيعة الحال في شيء اسمه كونتاكت سبورت او التواصل مع الدعم، او مثلا يعني باي طريقة ممكن انهم هم قدروا يتواصلوا معهم مع الدعم، فبالتالي اكيد هم بعثوا لهم تروجن هورس. بمعنى انه حكوا لهم انه احنا في عندنا ملفات مثلا ممكن يكون على سبيل المثال وليس حصريا على مثلا ملفات توثيق صفحات او مثلا ملفات لشركات، فبعثوا لهم اياها الملفات مضغوطه. فموظفين تويتر اول ما فتحوا هاي الملفات تمكنوا الهاكرز من اختراق اجهزتهم والاستيلاء عليها ومعرفه كل الادوات الداخليه في نظام تويتر، ومنها قدروا انهم يتحكموا في حسابات كثيره على تويتر لانهم قدروا يوصلوا على النظام الداخلي لتويتر. فبالتالي هذا النظام الداخلي والادوات الداخليه الموجوده الخاصه بموظفين تويتر عندها صلاحيه كامله، اللي هي مثل الصورة اللي شفتوها اللي أنا نشرتها على صفحتي على الفيسبوك، صورة بتوضح شو المزايا الموجودة عند موظفين تويتر من تحكم في الحسابات. فهم طبعا تحكموا في حسابات كثيرة لشركات وشخصيات مهمة ونشروا السكامة الخاصة بالبيتكوين وقدروا انهم يجمعوا $118,000. مثل ما حكيت الهندسة الاجتماعية هي انك تتحكم في شخص او عدة اشخاص لحتى تخليهم يحكوا او يصرحوا عن معلومات سرية او يقوموا بفعل معين، وفي حالة تويتر هان هم يجبروا موظفين تويتر على القيام بفعل معين من خلال اقناع موظفين تويتر انه الاسلوب او العملية القائمة بينهم هي عملية صحيحة او عملية موثوقة او عملية شرعية، فالموظف انخدع في هاي العملية وكان الموظف ضحية للهندسة الاجتماعية. طيب السؤال الاقوى والمهم في هاي الموضوع انه شركة تويتر عندها برنامج مكافآت لاكتشاف لصائدي الثغرات، يعني اذا انت بتكتشف ثغرة في موقع تويتر، تويتر بكافك عليها بدولارات، ممكن يوصل 7000 8000 20000 $40,000 حسب قوة الثغرة في النظام. طبعا ثغرات الاستيلاء على الحساب في تويتر مكافآتها موجودة من 7000 ل 8000 دولار. منين جبنا هاي المعلومة؟ روح ارجع على مكافآت تويتر ل ثغرات الاستيلاء على الحساب اكونت تيك اوفر، بتلاقي انه تويتر بمنح من 7000 ل 8000 رينج معين حسب. طيب ليش تويتر ثغرات الهندسة الاجتماعية ما بتخضع للمكافآت؟ لانه الشركات اجمعها اغلبها بتحكي لك بتقول لك انه ثغرات الهندسه الاجتماعيه اللي انت بتتلاعب فيها بالموظفين هاي لا تعتبر ثغرات وهي اوت اوف سكوب. فالنقطه القويه انه استخدم الهاكرز ثغره خارج النطاق المكافآت، خارج نطاق مكافآت، وقدروا انهم ايش؟ انهم يحققوا مبلغ $118,000. ومش بس هيك، هاي الثغره كانت خطيره جدا جدا، لانه لو تم استغلالها بغير عمليه الاحتيال على البيتكوين لسببت
ممكن انهيار كبير في الاقتصاد لدولة معينة، ممكن كان ضربة قوية في الاقتصاد الأمريكي مثلا، ممكن تسببت بهلع لدول ثانية في حال إنه كان مثلا تهديدات على كل هاي الحسابات. يعني ممكن نشوف، ممكن لحتى منها تعمل حرب أهلية، وممكن إنها تعمل حرب دولية، لأنه إذا كانت الحسابات هاي تنشر كلها نفس النشرة الإخبارية مثلا المزيفة، يكون ردة فعل لسكان معينين أو حتى لاجئين أو إلى ذلك. يعني مفاهيم كثيرة وبعيدة جدا في هذا الأسلوب الاختراق الكبير جدا. يعني هي تويتر، جاك دورسي نفسه سي او الخاص في تويتر قال إنه إحنا كنا في حالة هلع في هاي الليلة وقدرنا إننا نتخطاها، يعني طلعوا منها بأقل الخسائر، على الرغم من انها كل هاي العملية الاختراق الكبيرة صارت، لها كانت بالنسبة لتويتر في أقل الخسائر، لأنه كان استخدامها فقط في عملية سكامي وما تم استخدامها في أمور مغايرة أخرى. طبعا شخص سهم تويتر خسر، نزل شوي اقتصادهم، سهم تويتر نزل، يعني أصبح في الحضيض إشي بسيط. لو هاي مثل ما حكيت، لو هاي تم استخدامها على شركات معينة راح يكون خسائر بالملايين. فهي القصة اللي حبيت أنا أذكرها في هذا الفيديو وأوضحها، ليش تم استهداف تويتر وليش ما تم الإبلاغ عن هيك ثغرات وقديش الهكرز حصلوا من هاي الثغرة، وبنشوفكم في فيديوهات لاحقة.